مساء الخير يا وجوه الخير، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله يوصلكم الفيديو وانتم في احسن الاحوال. خواتاتي، كما قلنا المره اللي فاتت انه فرنسا الحاله راهي مغيمه وما تعجبش، الغلاء راهي ما يزيد ويزيد، وكما قلت لكم في الفيديو اللي فات انه لازم ضروري انكم تخليوا قسمه تعيشوا 6 شهور حتى العام. ولكن كان وصلني واحد الميساج بصراحه خلاني هكا شويه يعني حسيتها الاخت وفهمتها، ولذلك جيت نعاود نهضر في هذا الموضوع. انه صح يعني الهضره سهله، هذه نتاع تخلي وقيس ما تعيش 6 شهور ولا عام، يعني هذه يقولها غير لسان والهضره سهله، ولكن كيفاش خصوصا كاين اللي المدخول ديالو قليل، وكيفاش غادي يخلي قيس ما يعيش 6 شهور هو بالك الشهر وما يكملوش. فاختي راني معاك، وهي ماشي سهلة ولكن ماشي مستحيلة، ما كانش حاجة مستحيلة في هذا الدنيا، اي حاجة حبيتوا توصلوها اكيد انكم تقدروا عليها. طبيعة الحال كاين مجموعة من النقاط اللي لازم ديروهم. شوفي اختي، انا ميساجي ليك انتي اللي راك تبه فيا، اللي راك تشوف فيا، ومالوغوزمون كاينين بزاف لازم تفطن وهكا تفطن روحك. يعني خطينا من التبهليل، وخطينا مانيش عارفه كيفاش نقول لكم، ولكن كاين بزاف ناس اللي ما يعيشوش لروحهم، يعيشوا للناس. مثلا راك معروضه في العرس فات اسبوع، ما عرفناش انا جارتك فاميلتك، بالك تلقاها مسكينه ما عندهاش مغيم وما عندهاش، والله بالك العام كامل وهي تخبي هذاك الدور على دورو، ومن بعد باسكو تجيها حشومه تروح تشري كادو ما نعرف كي داير غير باش تبان انه عبات حاجه معاها. وهنايا يعني هذاك الادخار ديالها اللي دارته كامل يروح، وماشي حتى ليها ولولادها ولكن للناس. راكم شفتوا هذه نقطه من بين النقاط اللي لازم تبدلوها. عيسوا قيسكم، ما تعيشوش للناس حاجه اللي ما تقدروش ديروها ما ديروهاش، وما تحشموش الى كامل جيتو ما تروحوش يا سيدي، ما تروحوش كامل، ما تروحوش لهاد لافات. و توتفاسون فوزيت با اوبليجي انكم تديو كادو معكم غالي، هذه نقطه اللي لازم ديروا لها اتونسيون. تانيك النقطه اللي لازم نديروا لها اتونسيون بزاف، وهي الكوزينه، مصروف الكوزينه. شوفوا باش ما نكذبوش على روحنا، مصروف الكوزينه هو اللي راه هاردنا، هو اللي راه يدينا لاباغ الكبيره من الميزانيه ديالنا. ديجا هضرنا في هذا الموضوع، ولكن ضروري انه نزيد نهضروا على هذا الموضوع. شوفي اختي، الكوزينه ماشي غير واحد وصرف، الكوزينه ماشي غير واحد وطيب، الكوزينه ماشي غير واحد وقول انت يا للتلالات. كاين مجموعه من النقاط كما دائما نقول لكم، قبل ما تروحوا تصرفوا ديروا نظام قبل ما تروحوا تصرفوا. ديجا اسكو تروحوا تصرفوا مره في السيمانه، ولا مره في الشهر، ولا مره في 2 سيمانات، ولا مره في 10 ايام؟ بوغ موا الصريفه نتاع 10 ايام هذه هي لا ميور. جيبوا الميزانيه ديالكم قسموها على 10 ايام، جيبوا ورقه وستيلو، دائما الورقه وستيلو تبعكم وين ما كنتوا. الوغ روحوا حلي البلاكار، حلي الفريجيدار، حلي الكونجيلاتور، شوف واش كامل باقي لك. اسكو تقدري تخرجي لي غوسيت من هاد الحوايج اللي راه ما عندك؟ عندك اللوبيا، عندك العدس، عندك الحمص، عندك لي بات، عندك الروز، علاش تروح تشري هاد الحوايج؟ راه ديجا عندك، عندك لي بواط دو كونسيرف، عندك الصوص طوماط، عندك لي زيبيس، عندك الزيت، عندك الحليب، ما عرفناش اسمو عندك واسمو ما عندكش. الشيء اللي عندك ولا راكي شايفه انه غادي يكفيك لهاد 10 ايام ولا هاد الشهر، علاش تعاود تشريه؟ ما تشريهش اختي. عندك بلان دو ريست دو ليغوم في الفريجيدار، مثلا باقي لك شويه زروديه، شويه كابويا، يعني علاش تعاود تروح تزيد تشري الشيء اللي كان ديجا باقي لك؟ وبيان سور كي تشري يعني تروح تكونسومي الشيء الجديد وتخلي القديم، نو با دو تو. هذيك الخضره اللي راهي ديجا عندك في الجدار ضروري انك تكونسوميها. شوفي لي غوسيت اللي تقدري تخرجيهم من هاد البقايا نتاع الخضر. الوغ فيما يخص مثلا البقوليات الجافه، الحمص، العدس، لي بات، الروز، الزيت، الفارينه، السكر، السميد، هاد الحوايج كاملين
يعني وزاد با اوبليجي انك تكونسوميهم لا دو سويت، لانهم يقدروا يتكونسيرفاو ميم شهر ميم شهرين وما عليهم والو. ولكن الخضره الا راهي ديجا عندك في الفريجيدار، ما عرفناش انا الطوماطيش الفلفل، هاد الخضره يعني غادي تتبريما، فخاصك انك تفكري في الهوسات اللي تقدري تخرجيهم. وهنايا بالك خاصك مثلا الطوماطيش ما عندكش، ولا خاصك البصله باه تزيدي ديري هذوك الوصفات، فهنا ضروري انك تزيدي تكتبي هذاك العنصر اللي راه خاصك باه تخرجي الوصفات اللي راكي حابه. فيما يخص البروتين، البروتين ضروري اننا ناكلوه، ولكن مزاد با اوبليجي انكم تاكلوا اللحم يوميا باش تسمى كليتو البروتين. البروتين غادي تجبروه في الدجاج، غادي تجبروه في البيض، البيض هو غني بالبروتين وفريمون ما فيهش كامل لي ديشي دوكو بور لا سونتي الي تري بيان مي او ميم طون الي با شير. دوكو حاولوا انكم تدخلوا البيض في الوصفات ديالكم. كاين الفرماج ثاني فيه البروتين، تاكلوا ان مورسو دو كامونبير راكم كليتو لا كونتيتي نتاع البروتين اللي خاصكم. دوكو فوزيت با اوبليجي انكم تزيدوا تاكلوا اللحم الا كليتو الكامونبير، هذه لازم تعرفوها. ثاني البروتين ما نجبروهش غير في المواد الحيوانيه، تجبروه في العدس في الحمص في اللوبيا، هذا البروتين النباتي. شفتوا خواتاتي يعني كونوا اذكياء، كونوا اذكياء في كيفاش تقسموا الميزانيه ديالكم، كيفاش تخرجوا الوصفات ديالكم. دوكو ما ديروش سيمانه غير لحم لحم وسيمانه عاود ما ديروا فيها والو، راكم فاهمين. حاولوا انكم توازنوا هكذايا باه ما ديروش وصفات غاليه. وثاني باش ما يبقاولكمش المواد هذوك الخضر والفواكه في الفريجيدار حتى يفسدوا وترميوهم. داكوغ، الوغ دائما نقول لكم انكم تبروفيتيو من لي بروموسيون، هذه حاجه مليحه ولكن بروفيتيو بعقلانيه. مثلا تكون كاينه واحد البروموسيون تاع حاجه اللي تقدروا تكونسيرفي يعني تخبيوها للشهر الجاي ولا ما عليش هذه شريوها، ولكن مثلا واحد البروموسيون في الفروماج، وهذا الفروماج ولا الياوغ لا دات دو نتاع البيريساج نتاعو يعني باقي له يومين ثلاث ايام، فنو هنا ما لازمش تشريوه. ولا اللحم ثاني دي فوا يديروا في بون بيان سور اللحم حلال في لي باركات هذوك دي فوا يديروا، جي ديجا فيو 50% بون مو بيرسونيلمون ما نشريش اللحم اللي يكون فريمون هكذا لا دات ديالو مثلا اليوم غادي يفسد ولا غدوه، ومالغري انه كاين بزاف اللي يديروه يشريوه ويديروه في الكونجيلاتور. مو بيرسونيلمون هذه ما نديرهاش، لانه تو سكي بروتين حيواني انا بالنسبه ليا يفسد في الساعه، فاش في تريز اتونسيون. والياغورت ثاني يعني ما تشريوش حاجه راكم عارفينها غدوه تفسد ومن بعد تعشيو تاكلوها في الساعه وترميوها، راكم فاهمين. فكونوا اذكياء في الصريفه ديالكم خواتاتي. الكوزينه ون انسيستي عليها 1000 فوا. كي ديري اعاده حساب الطريقه ديالك كيفاش تجيري مصروف الكوزينه، هنا غادي تربحي فريمون بزاف. الا ما عادش عندك المدخول، الا مدخولك قليل بزاف، فضروري انك تفكري في العمل في المشاريع. راجلك ما يخليكش تخرج تخدم، يا با سوسي اختي، من دارك تقدري تخدمي. ما تعرفيش تعجني، ما تعرفش دير المسمن، كاين اليوتيوب، كاين اليوتيوب، كاين مجموعه من القنوات اللي تعلمك تعجن، تعلمك دير المسمن، تعلمك دير المحاجب، تعلمك دير المقروط الكري، واسم ما حبيت الشيء اللي حبيت تتعلمو تتعلمو، وخدم على روحك. تعرف تخيط يخيط، اسم ما تعرف واسم ما حبيت تتعلم تتعلم. دير فورماسيون، كاين بزاف لي فورماسيون اللي تقدري ديريها مع بول امبلوا. المهم ما تقعدش بربع يديك وتشتكي وتبكي. اوكي دوكو ما نطولش عليكم، هذا واش نقول لكم اليوم. كونوا لالة اللالات يا خواتاتي، وعلاش هي تكون خير منك، انتي تكوني كيفها وخير منها. قول لكم مع السلامة، تهلاو في روحكم، نمد لكم موعد للفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامة، دمتم في رعاية الله وحفظه.